البدايه معاكي، اتفضلي. استاد الاهلي طبعا اللي عامل قلبان بقاله اسبوع على السوشيال ميديا والتفاصيل بتاعته، في كلام كتير جدا اتردد الفتره الاخيره، في بعض حاجات منه صح والبعض التاني خطا جدا. هقتبس منك كلمه ابراهيم كده انت دايما بتقولها، هقول لك خد مني وما ترجعش ايه ورايا بس كده. يلا بينا. اول حاجه هنقسم هنقسم الموضوع ده لشقين. الشق الاولاني هو تسميه الاستاد. الموضوع ده قديم وانا قلته معاك من سنه على فكره، ان اللي اخذ حق تسميه الاستاد مش البنى، عشان في ناس بتقول انها هتبني الاستاد شركه تامين على الحياه الالمانيه اللي طبعا معروفه يعني. تمام، هي اخذت الاسم بتاع الاستاد. لسه بقى عشان ايه هنيجي في التفاصيل اهي. ماشي. الاتفاق على 20 سنه. ماشي. تمام، بمبلغ يقترب من المبالغ اللي واخداها يوفنتوس وبايرن، واخده الاسم الاستاد بيهم بمبلغ يقرب منهم. طب ما حلو. اللي حصل بقى ان كان دكتور محمد سراج، عندك فكره الرقم كام؟ الرقم كام مش عارفه الرقم تحديدا، بس كان دكتور محمد سراج بدا الموضوع، وطبعا لما جت شركه الانشاءات كملت عليه. في ناس من المانيا جت مصر وعملت اجتماعات هنا في مصر، وناس من النادي الاهلي سافرت اوريدي المانيا وعملوا اتفاقات سوا مع بعض. هل تم توقيع عقود تخص القصه دي لحد اللحظه دلوقتي دي اللي احنا واقفين فيها؟ ما تمش توقيع عقود. ماشي. في مناقشات داخل مجلس الاداره طبعا على العقد، لان كان في ازمه ان الاهلي كان مدي حق تسميه الاستاد بتاعه طبعا لجهه تانية. فكان لازم الازمه دي تتحل الاول قبل ما يبتدوا ان هم يدخلوا في حاجه جديده ان هي تاخد اسم الاستاد. ماشي. يبقى احنا كده خلصنا ان هي مش هتبني، هي هتاخد حق التسميه بس لمده 20 سنه من النادي الاهلي. حلو. تمام، وما تمش توقيع عقود. ماشي. هناخد بقى الجزء الثاني، وهو جزء مهم جدا ومحدش اتكلم فيه خالص، وده بنقوله عندك، وهو الجزء الترفيهي او الجزء التجاري اللي المفروض يتعمل حوالين الاستاد. في شركه اماراتيه، المفروض ان الشركه دي شركه كبيره جدا، يعني هي ليها مراكز تسويق ومحلات تجزئه ومؤسسات ترفيهيه موجوده في الشرق الاوسط كله وفي شمال افريقيا وحتى في بعض دول اوروبا. تم الاتفاق معاها من خلال شركه الانشاءات على انها تاخد الجزء التجاري وان هي تبنيه، ويبقى برضو ليها حق الانتفاع بيها لعدد سنين معينه. تمام، فده الجزء ده تم برضو لحد دلوقتي، ولسه برضو ما تمش توقيع فيه، بس هم وصلوا لاتفاق وهم اوريدي تواجدوا مره في النادي الاهلي واجتمعوا مع شركه الانشاءات واتفقوا على بعض التفاصيل في القصه دي. في حاجه تانية بقى اللي هو بنى الاستاد نفسه، وده لم يتم الاستقرار عليه، عشان اتقال ان كابتن محمود الخطيب قاعد مع ناس. طبعا هو ممكن يكون عمل اتفاقات خلال الايام اللي فاتت، بس هو لسه ما رجعش مصر. لكن هل ده حصل فيه اتفاق او حاجه؟ ما حصلش فيه اتفاق. كان في اقتراح موجود، وهو ان الشركه بتاعت الانشاءات تكون شركه مساهمه، وبالتالي يتم طرح الاسهم بتاعتها في البورصه. كان رئيس النادي الاهلي لمح عليها شويه في وقت وضع حجر الاساس، وقال ان ممكن جماهير الاهلي تشارك. الناس خدتها لناحيه تانية ان هي ممكن تكون تبرعات او حاجه زي كده، فهي القصه ما كانتش كده خالص. هم كانوا في شويه تفكير او مناقشات ان هم ممكن يتوصلوا ان يتم طرح الاسهم في البورصه، وبالتالي الجماهير يكون من حقها انها تشتري الاسهم دي. وبعد كده طبعا بس لسه مفيش تحركات. لا لسه مفيش تحركات لبناء الاستاد خالص. الخطوتين اللي تموا زي ما قلت لك، التسميه والخطوه الثانيه اللي هو الجزء الترفيهي، وبرده لحد اللحظه اللي احنا بنتكلم فيها دي مفيش اي عقود تم توقيعها، عشان الناس بتقول خلاص انتهت وخلاص خدت وخلاص راحت. لا مفيش، ده اهم جزئيات حصلت في الموضوع ده كله من اوله لاخره يعني.